مشاهدي قناة الحوار التونسي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في مع الحدث. ندوة صحفية عقدتها اليوم بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، وذلك لعرض ملف ما زال مفتوحا هو إنصاف القدماء في صلب الاتحاد الذين يعانون من مظالم عدة لعل أبرزها الفرز والإبعاد من اجتياز المناظرات العمومية والتربصات بمختلف المؤسسات العمومية. أيضا للحديث حول هذا الموضوع ضيفتي الليلة السيدة هدى الشهيدي، عضو مؤسس اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس. أهلا وسهلا سيدة هدى. يعني قبل أن نبدأ لو نعرف قليلا باللجنة الوطنية لإنصاف قدماء اتحاد طلبة تونس، كيف هي تركيبتها؟ لماذا جاءت هذه اللجنة؟ في البداية مشكورة على استدعائي. اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا هي لجنة تشكلت في 30 أبريل 2013. لماذا هذه اللجنة؟ لماذا هذه اللجنة بلتو؟ أما المرسوم عدد 2 على ما أعتقد اللي هب تفصيل فؤاد المبزع في علاقة بالعفو التشريعي العام. احنا المناضلين اللي ناضلوا لكن ما شدوش الحبس، فهمتني؟ يعني ثم مناضلين ناضلوا وشدوا الحبس وتمتعوا بالعفو التشريعي العام، احنا من المناضلين اللي ناضلوا وما شدوش الحبس وبالتالي ما تمتعوش بالعفو التشريعي العام. للتوضيح فقط، يعني ما معنى المفروزين امنيا؟ يعني الذين تمت عليهم ملاحقات امنيه، ملاحقات امنيه، ايقافات، مظالم داخل الكليات، اقصاء من الوظيفه العموميه يتم باعتماد البيدو. البيدو نتاعك تمشي للمناظره الفلانيه اللي تتحل في وزاره التربيه ولا في وزاره الصناعه ولا في وزاره الفلاحه، تلقى البيدو نتاعك معناتها سبقتك قبل الكونكور، قبل ما تمشي انت تعدي تجي ليستة من وزاره الداخليه يطلع فيها اسمك تعدي، حتى كنت تجيب كله صحيح انت ما تعديش. هذايا كيفاش عرفنا اللي احنا البيدو نتاعنا، وحنا كنا متاكدين ان البيدو نتاعنا هي اللي كانت تطيحنا في المناظرات. وصلت ثم تقرير امني رجعته وزاره الداخليه لوزاره التربيه، قالت فيه انه صحيح كان ثم ملاحقات وكانت البيدو هي اللي يقع اعتمادها في الانتدابات في الوظيفه العموميه في عهد ما قبل 14 جانفي. فهمتني ولا؟ احنا على ضوء البيدو هذه اللي كانت قلنا نسقط منها، قلنا انه نحن مش معقول انه احنا باش نقعدوا نستنوا قانون العداله الانتقاليه اللي ينصفنا، اللي نجم يتركز كما ما ينجم ما يتركزش القانون العداله الانتقاليه. احنا مجموعه من المناضلين اللي ما عندهمش عفو تشريعي عام لكن تم اقصائهم من الوظيفه العموميه، وانظروا للبيدو نتاعنا وانظروا لكلامنا والارشيف البوليسي السياسي تتلقاو انه احنا يعني كانت تسلط علينا مظلمه في المناظرات. على اثر ذلك احنا ارتأينا انه نشكلوا لجنه تعنى بجمع الملفات، مركز الملفات عند اللجنه هذه، وتقديمها والتفاوض مع وزارات الاشراف والوزارات المعنيه للتفاوض حول الملفات هذه، وايجاد مرسوم، ايجاد قرار سياسي، ايجاد مخرج قانوني لرد الاعتبار ولتحقيق المطالب المفروزين امنيا. طيب، يعني اللجنه الوطنيه قامت بمكاتبة وبالاتصال برئاسة الحكومة ووزير العدالة الانتقالية حسب ما صرحتم به في الندوة الصحفية وفي تحركات سابقة، أنه تمت صياغة مراسلة انتقلت إلى رئاسة الحكومة لتسوية وضعكم، وهناك أيضا خطة يعني قام بها وزير العدل وحقوق الإنسان سيد حافظ بن صالح بخصوص هذا الملف، تقضي بضمان حقوقكم أو أقل شيء البعض. ما هي يعني ما الذي حصل عندما وصلت مراسلة إلى رئاسة الحكومة؟ زمنيا هو احنا بدينا مع حكومة علي العريض. علي العريض مشينا معها اشواط، صار اغتيال محمد الابراهيمي، توقفت المفاوضات، البلاد كلها كانت واقفه، رجعت المفاوضات في سبتمبر مع سي الفاضل السايحي اللي هو مستشار نور الدين البحيري. وكانت المفاوضات مع هو مع سمير ديلو في وزاره العداله الانتقاليه. مشينا اشواط في حلين الملف هذايا، في الاخر وقعت اسقاط حكومه علي العريض. عودنا منه والجديد ديجا مدتنا هي وزاره حكومه علي العريض مدتنا بمراسله قالت انه هي بعثت الملف نتاعنا لرئاسه الحكومه. فهمت؟ يعني كل الحكومه تسقط، تعيدوا نفس المنوال، نفس الملف، وكأن ما فماش تواصل في الدوله، وكأن ما عندناش، يعني كل حكومه تجي احنا تو يمشي مهدي جمعه، اذا نعاودوا يجي رئيس حكومه جديد شو يقول؟ لا، ما هو المهازل اللي صارت انه احد اعوان رئاسه الحكومه قال لنا لا، راهو السيد اللي كان يتابع في ملفكم في حكومه علي العريض مسافر والبيرو مسكر، معناتها في رئاسه الحكومه
هل الدولة متوقفة على موظف يعني يغادر مكان عمله يعني؟ يسكر يعني اللي على الملفات ويمشي، والله أعلم يمشي لفرنسا ويهز معاه المفتاح، فهمتني من ده؟ معناتها هذه ضحك على الذقون، فهمتني؟ عاودنا من أول وجديد، مش مشكل، عاودنا اللي بروسيدير من أول وجديد مع حكومة المهدي جمعة. وصلنا مع سي حافظ بن صالح في 19 مارس، معناتها استقبلنا سي حافظ بن صالح وهو عميد كلية الحقوق سابقا ورجل قانون، هم كانوا ديما يلعبونا على بوي جوريديك، مشينا الجانب القانوني، الجانب القانوني مشينا سي حافظ بن صالح. سي حافظ بن صالح كرجل قانون ارتأى انه يحل الملف باعتماد البيدو اللي حكيت لك عليها، بطاقة عدد 2 وسنه اجرائك للمناظره. أجرت المناظرة عام 2006 عام 2007 عام 2008 مع البيديو اللي يجي فيك توصية من وزارة الداخلية إنك أنت ما تتعداش المناظرة هذيك، هذا يعتبر في القانون بداية حجة أو قارينة على إنه تم إسقاطك وفرزك أمنيا من إجراء تلك المناظرة. هذا لخصه في مراسلة بعثها سي صفي الدين اللي هو مستشار وزير العدل وهو قاضي في المحكمة الإدارية، بعث المراسلة هذه لرئاسة الحكومة. هل بعث ما تصور للحل؟ تصور هذا التصور لخصه، طلب منه سيد حافظ بن صالح تلخيص اللقاء هذاك، وبعث مراسلة فيها هذا الجانب القانوني والجانب هذا جانب قانوني وسليم، ما فيش ثغرات قانونية، وتم توجيهها لرئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة بعثتها إلى مسؤول التوظيف، المسؤول التشريعات في الوظيفة العمومية سي نبيل عجرود. نبيل عجرود قال إنه هذايا جانب الجانب القانوني هذايا ما نجمش أنا أخذ فيه إجراء، وعلي انتظروا قانون العدالة الانتقالي. يعني ملف لا يحتمل انتظار، يجب أن ينتظر سنوات لإرساء قانون العدالة الانتقالي يمكن أن ينظر فيه أو لا. ينتظر قانون العدالة الانتقالية، سيد العميد أعطاك حل قانوني، أعطاك بروسيدور قانوني، راه نجم يتم مجلس وزاري، ينجم هو قرار سياسي. لماذا هذا الرفض من رئاسة الحكومة النظر في ملفكم بصورة عاجلة؟ لا أعلم، هذا السؤال نحبوا احنا يجاوبون عليه. على ذلك احنا قلنا انه النظام مازال متواصل. الناس اللي فرزتنا قبل فيهم ناس موجوده حد الان في رئاسه الحكومه، كانت تسقط في العباد من المناظرات وقالت انه نحن كانت يجينا مع دي ليست من وزاره الداخليه، واحنا العباد هذيك نحيوها من المناظرات مازالت موجوده. اذا النظام مازال متواصل داخل اجهزه الدوله، الدوله العميقه مازالت تخدم على روحها، والناس هذه كانت قبل تسقط فيك ما فماش علاش تو ما عادش باش تسقطك طالما هي مازالت موجوده في نفس المكان وما تغير شيء بلغه اخرى. لماذا هذا العداء السافر يعني للمناضلية الاتحاد العام لطلبة تونس، رغم ان من المفروض ان ياخذوا مكانه مغايره لما كانت قبل 14 جانفي؟ كنا نتوقع تفاءلنا خيرا بما بعد 14 جانفي، ما احنا لا معناتها ماناش نقايضوا بنضالاتنا، راه ماناش نحبوا تشكرونا وتعطيونا معناتها برافو، احنا نحب نسترجعوا حقنا، هذا حق اغتصب منا، دونك احنا نحب نسترجعوا الحق هذا. فينا شكون عمره 38، فينا شكون عمره 40، فينا شكون عنده عائلات عنده 3 و4 صغار، فينا شكون قاب قوسين او ادنى من الجنون، فينا شكون عنده عفو تشريعي عام، هو من ابن اتحاد وعنده عفو تشريعي عام وعنده سن قانوني، يعني كل الشروط متوفره فيه. ما تعتقدش الناس انهم 10,000 ملف، راه ما همش 50,000 باش يوظفهم، لكن سياسه الحكومه سي مهدي جمعه قالها من يوم الاول لا للوظيفه العموميه، قالها تجميد الانتدابات، تجميد الانتدابات. ولكن يا صديقي راهم 200 دوسي اذا حد كحد اقصى، لا اعتقد انه 200، لكن نقولوا 200 ملف، 200 ملف يعني عاجز انت الدوله غير قادره على استيعاب عن توظيف 200 ملف. احنا نعلم جيدا شنو صار في عهد علي العريض، كيفاش الانتدابات كانت تتم؟ يعني غث وسمين، صحيح وغالط، ناس شد الاداره تويك لا تفقه من الاداره شيء، احنا كفاءات راه، احنا كفاءات. يعني انتم تطالبون بتطبيق المعايير القانونيه واجتياز المناظرات بصوره طبيعيه. احنا قبل اجتياز المناظرات احنا عودنا قاعدين نصبوا في الملفات، لانه قاعدين كل مناظره تحل قاعدين نصبوا فيها، عديت انا كنت عندي موقف في الكابيس قبل، عديت اول مره في حياتي الشهر اللي فات. ما مش معناتها قاعدين نحاولوا، خاطر احنا لا نيأس في نهايه المطاف، يلزمنا ما عندناش حل اخر، لكن في نهايه المطاف قاعدين نخدموا على الملف هذايا، انه الملف هذا لازم يتحل بمنطق رد الاعتبار، رد الحقوق لاصحابها. احنا عندنا حق انتزعته منا اجهزه بن علي، نحبوا نسترجعوه فيما
بعد 14 جانفي. طيب هذا فيما يخص الموقف، موقف رئاسة الحكومة من ملفكم، يبدو لي أن وصلتم إلى طريق شبه مسدود مع في تواصل مع رئاسة الحكومة. كنتم أعلنتم عن تحركات احتجاجية ستبدأون القيام بها يوم الاثنين، لو تعطينا بعض التفاصيل عنها. القرار متاع الدخول في اعتصام مفتوح سيكون يوم الاثنين 9 جوان بساحة القصبة، هو قرار اتخذته اللجنة بالتشاور مع الأطراف السياسية، قد الأطراف السياسية عندي زي مناضلين اتحاد العام طلبة تونس، بالتشاور مع المنظمات اتحاد الشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامين كلهم، الناس كلها مساندتنا في إن سي خاطر عندنا سنة كاملة من المفاوضات من 1 مايو 2013، احنا اليوم لو 6 جوان 2014، يعني سنة كاملة من المفاوضات مع زوج حكومات، وعاودنا البروسيدور من أول وجديد. دونك هذوما الناس ما يحبوش يحلوا الملف، احنا لن يكلفنا النضال أكثر مما كلفنا الصمت. دونك احنا ماشيين في إضراب في اعتصام في البداية ثم يتحول إلى إضراب جوع جماعي. أنا قلت قبيلة في الندوة هذا إقصاء جماعي، هذا عقاب جماعي للمنظمة والمناضليها، وعلي إحنا الرد سيكون جماعي، ما عندناش مشكلة ندخل في إضراب إضراب جوع جماعي إلى يا إما يتم حل الملف هذا أو معتها إنسان ما ناضل قبل ما هوش باش يخاف من نضالته. ما خفناش من السجون زمن الدكتاتور بن علي، ما خفناش من الإيقافات، ما خفناش من الضرب، دونك مش باش نخافوا تو. وهم يعلمون جيدا، راهي وزاره الداخليه تعرف بالقدا المناضلين اللي ما يوخرش. احنا رانا كيما احنا مسؤولين، ما بديناش من اول مره في خطوط في خطوات تصعيديه، تدرنا منش معناتها رانا هينين زاد. واضح واضح. السيده هدى الشهيدي عضو اللجنه الوطنيه لانصاف قدماء الاتحاد العام لطلبه تونس، شكرا على حضورك معنا الليله، كنت معنا الحديث حول اخر مستجدات ملف القدماء الاتحاد العام المفروزين امنيا وتفاصيل التحرك الاحتجاجي المقبل لنيل حقوقهم. شكرا على طيب المتابعه، الى اللقاء.